إلى سنن الترمذي. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب. قال المصنف حدثنا أبو ندار، ندار كما سبق قلنا هو محمد بن بشار شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد من الثقات. قال حدثنا سفيان هو الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم كما قلنا متفق على ضعفه. قال حدثنا وإن كان بعض العلماء يوثقه. قال حدثني كعب، كعب هنا وكعب أبو عامر المديني فيه جهالة، لذلك قال أبو حاتم مجهول لا يعرف. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، أرجو أن أكون أنا هو. وقال هذا حديث غريب الإسناد ليس بالقوي، وكعب ليس بالمعروف، ولا نعلم أحدا روى عنه غير ليث ابن أبي سليم. فأنت ترى الآن عندنا علتان، ليث وليث، أنا أدين الله المتفق على ضعفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة. الوسيلة هي ما يصل بها الإنسان ويتوصل بها إلى الشيء الذي يتمناه ويصبو إليه ويتقرب به، وهي جمعها وسائل. ولذلك قال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. والوسيلة إما تكون وسيلة مشروعة أو وسيلة غير مشروعة. اضربوا لي مثلين، أو مثلا للوسيلة المشروعة ومثلا للوسيلة غير المشروعة. نعم، هو هذا هو اتخاذ الوسيلة والقربات يتقرب بها المرء إلى ربه جل في علاه. وهذا فيه كما قلنا بأن من أحسن الظن لابد أن يحسن العمل، وأن من افتقر إلى الله جل في علاه قربه الله وفتح له أبواب الطاعة، ومن امتلأ التوحيد قلبه وفق لكل خير وبر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول ادعو الله أن يكون لي الوسيلة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا لي الوسيلة. فلما قالوا له ما الوسيلة بيّنناها أعلى درجات الجنة. قال بعض العلماء الوسيلة هنا هو القربة إلى الله جل في علاه بجميع شتى أنواع القرب من صيام، صدقة، حج، صوم وغير ذلك. وأيضا قيل الوسيلة إلى الله جل في علاه، الوسيلة عند الله جل في علاه يوم القيامة هي الشفاعة، وهي المنزلة يربط عليها الأولون والآخرون، وهي المنزلة تكون له الكرامة فيه على جميع الأنبياء، لأنه ما من أحد يستأذن ويخر ساجدا تحت العرش إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقال ارفع راسك وستعطى واشفع تشفع. وقيل الوسيلة هي منزلة عالية ودرجة عالية في الجنة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة قال هي أعلى درجة في الجنة، وهذه لا ينالها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا يدرك هذه الدرجة، لا ينالها إلا رجل واحد، ورجل واحد هو أنا. قال عسى أن أكون أنا، وقال أرجو أن أكون أنا. وهذه المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا السماء يقول، قال وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وهي مقامه المحمود الذي أحمده عليه الجميع. قال وأرجو أن أكون أنا هو، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأن الوسيلة الحق أنه لا مخالفة بين هذه التفسيرات، الوسيلة هي كل ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، فقالت له عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنت عبد قد غفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، تقيم الليل كله، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم النهار. عبد الله بن رواحة يقول يعني اشتد بنا الحر في السفر وما منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة أو غيره، يعني أبو موسى الشعري روى الحديث قال ما منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. وكانوا إذا حمل وطيس يتقون برسول الله صلى الله أو يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسارع بالخيرات والصالحات ويتنفس فيها قربة لرب الأرض والسماوات. ولذلك كان علي بن أبي طالب من أفقه الناس، قال له أدخل عليه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا، فإن النبي لا يحب أحدا يكون أسرع إلى الله منه. شوف انظر إلى في قوله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو يوسف عليه السلام عندما دخل عليه إخوته وبعدما أعلمهم به قالوا تالله أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي،
فقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. تعامل معهم بالكرم والعفو. فلما قال له علي بن أبي طالب قال ادخل عليه فقل له وقل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فلما قال له ذلك قال له قال يغفر الله لك لا تثريب عليك. ما يحب أن يسرع أحد أبدا. والوسيلة أيضا تكون كما قال علماؤنا هي الشفاعة. وهذه أعظم ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يوم القيامة عندما يشتد الكرب ويهم القطر ويستشفعون بكل نبي. وكل نبي يقول نفسي اذهبوا إلى فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها. في رواية بأبي هو أمي قال أمتي ثم يستأذن وفيخر تحت العرش ساجدا ويحمد الله بالمحامد. هذا الموقف الذي أو هذا المقام الذي يغلط عليه الأولون والآخرون. وهذه لا تكون إلا لعبد كما قال أرجو أن أكون أنا هو. وهي أيضا منزلة عليها في الجنة لا يرتقي إليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه مكانة النبي. وهذا كما قلنا من كتاب المناقب كل ذلك بيان على أن النبي هو خير البريئة. على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخليقة سبحانه جل في علاه. لا إنس ولا جن ولا ملك يداني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جبريل عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزلة عند الله جل في علاه من جميع الخلق. الفوائد المستنبطة: جواز طلب الدعاء من الغيب. شوف قال سألوا الله لي الوسيلة. هذه دلالة أيضا على جواز طلب الدعاء من الغير. وإن كان شيخ الإسلام تيمية يرى بأنه ينزل تحت العموم لا تسأل الناس شيئا وهذا بعيد. لأن النبي قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك. وإن كان حديث ضعيف لكن يستأنس به. وأيضا عكاشة بن محصن لما قال أدعو الله أن أكون منهم قال أنت منهم. وبنت ملحان أيضا لما قالت أدعو الله أن أكون منهم. ولا يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هو على التعميم. ولذلك النبي قال خير التابعين ويس القرن من مراد ثم من قرن. قال كان يعني مبتلى بالبرص فشفع منه إلى موضع الدرهم وكان له أم هو بها بار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من قبل منكم فليستغفر له. أو يطلب منه أن يستغفر له. ولذلك عمر بن الخطاب طلب منه أن يستغفر له وعلي بن أبي طالب طلب منه أن يستغفر له. وهو في تعجب عظيم. عمر الذي وافق القرآن، عمر الذي قال فيه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لو كان من بعد لكان عمر يطلب منه الدعاء. ففيها دلالة هنا على جواز طلب الدعاء من الغير. من حسن خلق النبي قمة التواضع. فضل الهمم العالية. من كانت له همة عالية خلاص تعبت الأبدان فيها لكنه لا يمكن أن يتوقف. يبقى يرتقي إلى المعالي.